لو رجعنا كمان للقطة التتويج في طبعا مباراة الأهلي وطلائع الجيش ووجود مؤمن زكريا ودرع مؤمن زكريا، كنت شايف اللحظات دي ازاي يا كابتن وانت نجم من نجوم النادي الأهلي؟ والله طبعا انا طبعا يعني من خلال حضرتك طبعا من خلال قناتنا قناه النادي الاهلي بشكر النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره كابتن محمود الخطيب والجهاز الاداري والفني وسيد عبد الحفيظ وسامي قمصان كل مجموعه كلهم بصراحه يعني ان يعني بصراحه يعني الموضوع انساني بحت الموضوع يعني انساني بحت يعني مؤمن ده واحد من ولاد النادي الاهلي وكمان اللعيبه كمان حب اللعيبه المؤمن انا بصراحه يعني شايف انا بقول لهم يعني ان شاء الله باذن الله شفاء مؤمن نفسي ان شاء الله قبل ما يكون كعلاج وكده العامل النفسي ده يا جماعه مهم جدا فانا بقول يعني بصراحه بشكر طبعا النادي الاهلي بكل المجموعه كلها ان هم قدروا يتصرفوا مع مؤمن بالشكل ده العقد بتاعه ان هو كمان يقدر ياخده بشكل كامل بصراحه يعني بشكرهم طبعا لمؤمن يستاهل بصراحه دعم على المستوى المادي والمستوى النفسي من كل جانب حاجة. النادي الاهلي العامل النفسي رقم واحد يعني الماده دي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي مش بيأثر مع اي حد بجد يعني لكن العامل النفسي ده مهم جدا جدا ان هو يتم تكريم مؤمن بالشكل ده ويكون موجود في الاحتفال بدرع الدوري بصراحه يعني ده شيء جميل قوي بصراحه على قد